بكري داخل منطقه الجزاء، رامي صبري يطلع برشاقه في نص الملعب، ياخد فريق انبي التمريره، محمود فتحي لاما كولين فايد بمهاره، 2 على 2 لاما كولين يسدد، هوبا جول، جول الزاويه مفتوحه، لاما كولين يخلص على طول لفريق انبي بالهدف الثالث والدقيقه 36 من الشوط الثاني. لاما كولين في الدقيقه 36 من الشوط الثاني، والهجمه المرتده قلت لحضراتكم في قمه الخطوره، اتشاطت الكوره رايحه وناويه في الزاويه الارضيه لنادي الاتحاد. بدايه اللعبه يقطع لاما كولين احسن لاعبي الفريقين عشان يسجل الهدف الثاني في الدقيقه الثالث لفريق انبي، والثاني نفسه في الدقيقه 36. 3 فريق انبي، 1 الاتحاد، وهدف ثالث لفريق انبي عن طريق لاما كولين صاحب الهدف الاول لنفسه في الدقيقه 31 من الشوط الاول، دقيقه 36.